المعدية. أنا تلميذة عقاب عفاف المتحصلة على معدل 20 من 20 في شهادة تعليم متوسط دورة 2022. الحمد لله والشكر لله. أشكر كل من ساهم في هذا النجاح وكل من شجعني وكل من دعمني من والدي ومن الطاقم التربوي على رأسهم السيدة المديرة السيدة درار بشرى وكل الأساتذة الأفاضل، يعني ابتداء من المرحلة الابتدائية إلى غاية مرحلة التعليم المتوسط. شكرا جزيلا. يعني كانت فرحة عظيمة، كانت معي والدتي ومجموعة يعني من مع يعني من أقاربي تلقيته وكانت فرحة عارمة الحمد لله. كيفاش كان تحضير تعقيدة الموسم الدراسي؟ قد بدأت التحضير لشهادة التعليم المتوسط منذ بداية الموسم الدراسي، أي منذ شهر سبتمبر. طبعا توكلت على الله وهذا أول أسرار النجاح والتفوق. كنت أنظم وقتي ويعني لم أهمل أي مادة. اعتمدت على طريقة الحفظ في الصباح ثم مراجعة المواد الأساسية يعني في كذلك في الصباح، وفي المساء كنت أخصص ذلك الوقت للغات.